فاذا مش هيقبل يعني طلبه الا ومال ال 75 رغبه. ده قولا واحدا يعني. اه طيب لو عايز مثلا حد بيدور على طب فيكتب كل كليات الطب الاول. يكتب كل كليات الطب ما يسيبش كليه. يعني لان في بعض الطلبه يقول لك انا ضامن مجموعي هيجيب لي الجامعه اللي انا فيها او ثلاث اربع جامعات حواليا. وكده ضمن ان هو يقول لك انا خلاص انا ايه اللي اكتبه خليني اكتب الكليات البعيده انا ضامن مجموعي يجيبني. لا طبعا ما تستبعدش اي حاجه، انت تكتب كل كليات الطب. وحضرتك بتنصح انه الطالب رغبته ايه؟ هو حابب يدخل ايه؟ يكتب كل الكليات اللي هو حابب يدخلها. تمام. لو ما جاتش ديت اللي بعدها وهكذا الاولويات. تمام الله ينور على حضرتك يا باشا. بغض النظر عن الموقع الجغرافي بتاعها. هو الموقع الجغرافي طبعا حضرتك مثلا برضه انا هضرب بسوهاج بلد معاليك يعني. الطالب ما يقدرش يكتب مثلا في كليه اللي يبدا بمحافظه سوهاج الاول وبعدين بيكتب المنيا وبعدين بيكتب اسوان وبعد كده الاقصر وهكذا. نعم. لان لازم يبدا بالمنطقه بالجامعه اللي واقع تحت اللي واقع في نطاقها الجامعه بتاعه. طب سوهاج، اداب سوهاج، اثار سوهاج، الاول الكليات اللي موجوده عندي الاول. لا يكتب كل كليات يعني مثلا يكتب الطب الاول لو عاوز اخش كليه الطب. لازم اكتب ال 25 كليه الطب. عاوز اخش اداب اكتب كل كليات الاداب بس ابدا بمحافظتي الاول اداب سوهاج وبعد كده الكليه الاقرب فالاقرب فالاقرب. يعني انا من سوهاج فبرغب في طب يبقى طب سوهاج الاول. ده اجباري هتكتبه، مش هتقدر تكتب طب، مش هتقدر تكتب طب اسيوط الا او القاهره او القاهره لما تيجي تبدا بسوهاج الاول. سوهاج الاول. فاذا بختار الكليه اللي موجوده عندي اولا وبعد كده باقي الكليات اللي موجوده على مستوى الجمهوريه. في القطاع اللي انا ارغب ان انا اتقدم فيه. نعم. تمام؟ نعم. في حاجه ثانيه برضو بنصيحه من خلال حضرتك يا احمد بيه. طبعا بالنسبه للشهادات شهادات الثانويه العامه. نعم. فيها عليها رقم سري يا احمد بيه. الرقم السري ده هو الرقم اللي بيقدر يدخل الطالب بيه على موقع التنسيق. عشان يسجل الرغبات بتاعته. الرقم ده حياة الطالب يحافظ عليه لان هو ده المفتاح بتاعه اللي يقدر يكتب رغباته او يعدلها. نعم. فنصيحه من خلال برنامج حضرتك ان ما فيش طالب يدي هذا الرقم لاي حد ايا كان غير اسرته بس. لان احنا بنفاجئ برضو ان في بعض الاحيان زميله ياخد منه الرقم يعني يحصل ان هو يخش على الموقع يعدل رغباته فده اسمه رقم سري ما يديهوش لحد خالص يعني. نعم. طيب الرقم السري ده مع كل طالب هو ده اللي هو يعني وسيلته للتواصل معاكم مع الموقع نفسه. مع الموقع. ايوه هو اللي بيقدر يخش على الموقع بيه. نعم. طيب النهارده حضرتك بتقول انه ممكن يعدل خلال الخمس ايام اي رغبه. يعدل لو هيعدل 100 مره في خلال خمس ايام. نعم. انت الطالب يعدل يخش لو نسي كليه غير رايه ومن حقه يكتب الكليه دي يكتب تاني يكتب الكليه اللي عاوزها نسي كليه يكتب ما كتبهاش يكتبها فكله متاح على موقع التنسيق. طيب ال برضو ايه اكتر كمان مشاكل الطلبه بيقعوا فيها غير انه ان انا ما كتبتش الكليه الفلانيه او نسيت او كذا، ايه اكتر حاجات بتواجهوها؟ هو ده الاساس عندنا اللي احنا بنفاجئ بعد اعلان النتيجه الطالب يقول لي اصل انا ما كتبتش الكليه الفلانيه او كتبت دي ومجموع يجيبها. لا انت مجموعك يجيبها لو كنت كتبتها كنت هتروحها. نعم. ما كتبتهاش في طالب تاني دخل كتبها، ما اقدرش اطلع الطالب ده من كليته وادخلك تاني. لان ده تنافس على مقاعد. نعم. فانت ما كتبتش كليتي فتنزلت عليها طالب تاني دخل كتبها. فانت خلال الخمس ايام انت ايه يعني الطالب اكتب الرغبات بتاني وبتراوي وخش وادخل على الموقع راجع رغباتك، نسيت حاجه اكتبها وهكذا يعني. طيب هل متاح الطلبه يعني بعيدا عن التعامل الالكتروني ممكن يجي مباشره مكتب التنسيق ولا ايه الاجراء؟ لا اصل ده كله عن طريق الانترنت. نعم. التقديم عن طريق الانترنت. نعم. والموقع متاح ل 24 ساعه يا احمد بيه. نعم. لو انا